سيدة السلام عليكم، معكم منصف ومرحبا بكم في مستر ايت. هذا الفيديو هذا هو اول فيديو لي على ما اظن كنهضر باللغه الدارجه المغربيه، الناس ديال اللغه العربيه الفصحى سمحوا لي بزاف لانه ما غاديش نهضر باللغه العربيه، غادي نهضر بالدارجه المغربيه. علاش؟ لانه بغيت نشارك هذا الفيديو هذا مع لا كوميونيتي ماروكان في يوتيوب، بحكم انه جمهور كبير ديال القناه ومغاربه، فبالضروري نهضر معاه بالدارجه باش نوصل لهم الفكره تكون يعني واضحه بالتفاصيل. كيف العاده نبداو بواحد ديتيكاس خفيفه. زكريا قاسم مرحبا بك معنا، جيم بلاي مرحبا بك. هاد السيد هذا ما عرفش السميه ديالك باش كتنطق. زكريا قاسم كيف العاده، مستر خالد بستور هضرت معاك هذيك المره، احمد سنوسي سحابه المعلومات، زكريا قاسم مره اخرى، ونيو ايديا نتوركس مرحبا بكم معنا فلاشين. الفيديو هذا غير باش نوضح لك واحد القضيه جد مهمه، وانه دخلت في اليوتيوب ولا اي حاجه عندها علاقه بالانترنت، كاين واحد المجموعه ديال الناس الله يهديهم عندهم واحد التفكير سبحان الله، يعني شي حاجه خارقه للذكاء، يعني شي حاجه ما شاء الله. انا تقريبا بين كل اسبوع على راس كل اسبوع كتجيني واحد الكوبي رايت ديال شي حاجه انا مصوبها لراسي او خدام بها، عندي لوتوريزاسيون باش نخدم بها، وكاين شي ناس الله يهديهم كل سيمانه كيصيفطوا لي كوبي رايت. مثلا نعطيك ابسط مثال، هذا واحد كوبي رايت جديد يلاه كما كتشوفوا واحد 4 ايام باش وصل لي، قال لك اسيدي انا هذا السيد هذا سبحان الله، شوف مع فين بلاد كاع من المكسيك ومع الموزمبيق دير واحد الدعوه، قال لك اسيدي انا خدمت لي بالفيديو ديالو، هذا هو المونطو، هذا هو الفيديو اللي قال لك خدمت لي ديالو. هذا السيد هذا دار واحد كوبي رايت، قال لك اسيدي كليم، قال لك انا سيدي خدمت لي بالفيديو ديالو كما كتشوفوا هذا الفيديو هذا. والامر المثير للشفقه واش كما تشوفوا انه 2017 الفيديو الاوريجينال هو هذا، وهذا السيد هذا اللي ما شاء الله مشى سيدي قال لك انا خدمت بالفيديو ديالو. هذا الفيديو هذا هو كرياتيف كومن، اي شخص يمكن ليه يخدم بالفيديو هذا، وهذه ماشي المره الاولى على راس كل سيمانه كتجيني كوبي رايت بحال ما هذه. انت الا كنتي داخل يوتيوب كيبقى في كل حال كتعصب، علاش؟ انه كتقول اول شيء هذا السيد باغي ينصب عليا الى هذه، وكيبقى في كل حال. ولكن هذا عادي جدا، وانا بكل رياح روح رياضيه كنطاو كندير لهم شمس العشيه كما كتشوفوا، دار كوبي رايت كليم 4 ايام في نفس النهار، درت لي انايا في نفس النهار درت لي كاونتر كليم، طعنت في الكليم ديالو في نهار واحد كما كتشوفوا، تقريبا يومين ثلاث ايام بعد الطعن ديال الكليم ديالو طلقوا لي الفيديو. وهو البلا الواعره شنيا وشمس العشيه الواعره، هو انه تخونا هذا اعطاته يوتيوب كتعطيه كوبي رايت سترايك الا مشيتي حتى درتي واحد الكوب فيك كومبلين، يعني فيك كليم، يعني فيك واحد درتي واحد الدعوه بان هذا الفيديو ديالك هو ماشي ديالك وتبين على انه ماشي ديالك، يوتيوب كتعطيك كوبي رايت سترايك ثلاثة، شمس العشيه مشات لك العشيه. كيفاش تحل هذا المشكل هذا؟ هو انه مساله بسيطه، الا مشى حتى قدر الله وجاتك شي كوبي رايت كليم، حاول تعرف شكون تخونا هذا مول لاشين، الا كان شي واحد كتعرفو حاول تواصل معاه قول له راه كاين شي غلط. بعض المرات هو غالب الاحيان كيكون السيد هذا بالعاني مدير البلان هذا، دونك انت ما تحتاجش تصدع راسك معاه، كل ما عليك وانه دير الفيديو الاوريجينال. الفيديو الاوريجينال مثلا بحال مثلا في حاله ديالي انا كدرت لي ديال هذا الفيديو هذا، ومشيت لهذا اللينك هذا ودرت الليان ديال هذا اللايسنس هذا بانه انا عندي الحق نخدم بهذا الفيديو هذا بدون اي مشكل وبلا ما نعطي حتى الكريديت للفيديو. وفي نفس الوقت مشيت درت حتى الموسيقى اللي خدمت بها انايا في الباك جراوند، وكتبت كتب بانه هاد الكوبي رايت هذه راها فولس كوبي رايت كليم، وهذا السيد هذا راه اي اسوم واي بليف ذات هي ميس كيس ملي كيحاول باغي ينصب ولا شي حاجه بحال ما هكا، ماشي ضروري تكتبها، يعني تقدر تكتب غير رساله بسيطه اي بليف ذات ذيس a false copyright claim, I joined the documents, I joined the links. تعطيهم واحد 4 سطور 5 سطور خفاف صغار تحاول توصل فيها الرساله، ويوتيوب في 24 ساعه 3 ايام على ابعد تقدير غادي تلقوا لك الفيديو. انا جاتني كوبيرت على ما اظن نهار الجمعه، السبت لحد الاثنين تلقوا الفيديو، وخونا داروا ليه شمس العشيه. هذا كان كل شيء. الى عندكم شي استفسار حول الكوبي رايت حول هاد البلانات هذا وقع لكم حتى نتوما كتبوه في التعليقات، وانا ان شاء الله نحاول نتفاعل معكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر باش نهضروا ان شاء الله على موضوع جديد. مع السلامه، بيس.